العديد من الملفات السياسية الاقتصادية جاءت على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكرواتي في هذا المؤتمر الصحفي. نقدم لكم هذا التحليل مع الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أهلا بك معنا أستاذ جمال، وقراءتك لهذه الزيارة وما جاء في المؤتمر الصحفي. تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. هذه نقطة انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية الكرواتية، ويمكن المؤتمر الصحفي الحقيقة حمل الكثير والكثير من النقاط الهامة وبالغة الأهمية فيما يتعلق بدعم هذه العلاقات وتطويرها وتناميها خلال الفترة القادمة. يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطرق لعدة نقاط بالغة الأهمية فيما يتعلق بدعم العلاقات الاقتصادية ما بين الدولتين والأصعدة المختلفة لتنمية هذه العلاقات. يمكن أيضا حرص الجانب الكرواتي المنضم حديثا إلى الاتحاد الأوروبي، أحدث أعضاء الاتحاد الأوروبي، أن تكون مصر يعني ضمن أولى محطات زياراته الخارجية بعد انضمامه للاتحاد الأوروبي. ده أمر يؤكد أن كرواتيا بتدرك قيمة الدولة المصرية اقتصاديا وسياسيا ناحية باتجاه الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للدولة المصرية، وبالتالي أيضا تريد أن تعزز من علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع نقطة مفصلية في يعني التجارة العالمية لها علاقة باتصال مع أفريقيا وآسيا وأوروبا وأيضا يعني الشرق الأوسط بشكل عام. وبالتالي أنا أعتقد أيضا أن ده إدراك مهم جدا من الجانب الكرواتي لأهمية الدور المصري الآن في منظومة التجارة العالمية، خاصة في ظل هذه المتغيرات الدولية. الملحوظ أيضا أن هناك الآن إرادة سياسية من كلا الدولتين لتطوير هذه العلاقات وفتح مجالات وآفاق جديدة لتنمية هذه العلاقات وبناء علاقات جيدة على الإرث التاريخي المميز والمشرف ما بين الدولتين، خصوصا أن نتحدث أن كرواتيا طوال الوقت، يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار بهذا في المؤتمر الصحفي، لديها مواقف يعني دوما مشرفة تجاه الوضع المصري ودائما كانت مساندة للداخل المصري. وبالتالي أيضا هذه الرؤى المتفقة والمتقاربة ما بين البلدين تدعم هذه العلاقات والبناء على هذه الجودة في العلاقات التاريخية دي، الارتقاء أيضا بنمو التبادل التجاري وزيادة التعاون في مجالات الاقتصاد. أعتقد أن ده حاضر وبقوة الآن، وهذه الزيارة كما قلنا هي نقطة انطلاقة جديدة لتطوير هذه العلاقة. طيب أستاذ جمال، يعني عندما نعلم أن البرلمان الكرواتي قرر تشكيل مجموعة الصداقة مع مصر وشملت هذا القرار العديد من الشخصيات البرلمانية الكرواتية، ما دلالة ذلك أستاذ جمال؟ هنا بيؤكد الجانب الكرواتي على انه لا يكتفي فقط بالتعاون على صعيد السياسه والاقتصاد، ولكن حتى على صعيد التشريعي والبرلماني هناك انفتاح في تبادل الخبرات والتعاون، وايضا دعم ما يمكن ان نسميه فكره الدبلوماسيه الشعبيه التي ايضا بتدعم فكره التواصل الثقافي والحضاري. وهذه النقطه بالتحديد حاضره في الدبلوماسيه المصريه، وبنجدها حاضره دوما في حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كافه الشركاء الدوليين والاقليميين. دائما ما تتحدث الدوله المصريه عبر قيادتها السياسيه عن فكره اهميه التواصل الحضاري والثقافي، وهذا ايضا يعني ما ممكن ان يحدث من خلال تدشين هذه اللجنه الخاصه بالصداقه ما بين مصر وكرواتيا عبر التعاون البرلماني. وبالتالي انا اعتقد ان حان الوقت لفكره احياء يعني فكره ائتلاف الحضارات، و يعني فكره ايضا ان يكون هناك طوال الوقت اتصال ثقافي ما بين الدول، لان هذا بالتاكيد بيدعم استقرار العلاقات السياسيه والاقتصاديه، بل بيدعمها وبينميها بشكل كبير جدا، وده امر في الحقيقه بيضيف الى جوده العلاقات المصريه الكرواتيه. نعم، جودة العلاقات المصرية الكرواتية بشكل خاص وجودة العلاقات المصرية الأوروبية بشكل عام، هناك الكثير من الملفات التي تعمل على دعم هذه العلاقة مثل الطاقة. وفي مؤتمر المناخ الفائت إذا تذكرنا أستاذ جمال في شرم الشيخ، قال الرئيس إن مصر ستكون جسر للطاقة بين إفريقيا وأوروبا، كذلك تحويل مصر لمركز ربط كهربائي بين أوروبا و إفريقيا. إلى أي مدى هذه المجالات وهذه القطاعات تنمي وتنشط وتعمل على دعم العلاقات المصرية الأوروبية بشكل عام؟
بالتأكيد ملف الطاقة أحد أهم الملفات البارزة في التعاون المصري الخارجي الآن ومع الجانب الأوروبي بشكل خاص. يمكن الانفتاح المصري على توسيع دوائر حتى العمل الأوروبية لتتسع لشرق أوروبا وجنوب شرق أوروبا كما نرى اليوم في كرواتيا ومن قبلها المجر، وكما كنا بنرى في يعني أيضا حضور السيد الرئيس في مجموعة الفيش جراد وغيرها من النقاط في هذه النطاق الجغرافي المهم جدا في مجال الطاقة، والذي يعد في الحقيقة هو بوابة دخول الطاقة إلى الجانب الأوروبي، وبالتالي مصر في الحقيقة رقم مهم جدا الآن في الطاقة وفي الأمن الخاص بالطاقة، ورأينا هذه التصريحات حتى تصدر عن رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي في زيارتها إلى مصر، ورأيناها تتحدث عن الدور المحوري المصري سواء في أمن الطاقة أو في أمن الغذاء، وبالتالي مجال الطاقة هو أحد المجالات أيضا الجاذبة للاستثمارات الأوروبية بشكل عام للدخول إلى السوق المصري، ونرى كيف أن هناك شركات بالفعل أوروبية استطاعت أن تحقق نجاحات مهمة جدا في مجال الاستكشاف ومجالات الاستثمار في مجال الطاقة، وبالتالي مرحب طبعا بالجانب الكرواتي، وهذا ما يعني أيضا كان على طاولة النقاش وذكره السيد الرئيس خلال المؤتمر الصحفي أن مجال الطاقة من أهم مجالات التعاون ما بين البلدين، وأعتقد أن هذا المجال الآن من المجالات الغاية في الأهمية كما ذكرنا، ومتأثر بشكل كبير جدا بتبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، وبالتالي مصر بما حققته من طفرة كبيرة جدا وبنية تحتية مهمة جدا تدعم هذا القطاع هي الآن أصبحت المركز الإقليمي الحقيقي للطاقة، وما ليست فقط الطاقة التقليدية وليس فقط في مجال الغاز، لكن نحن الآن نتحدث عن الهيدروجين الأخضر، نتحدث عن الطاقة النظيفة والطاقة الشمسية والربط الكهربائي مع حتى يعني اليونان وقبرص وحتى على الصعيد الإفريقي والآسيوي زي ما بنرى في الجانب الأردني ومن بعده الجانب العراقي وأيضا مع الجانب الليبي والجانب السوداني. إذن مصر هي نقطة محورية في مجال الطاقة والجميع ينظر لها بالفعل أنها أصبحت الهاب أو المركز الإقليمي للطاقة، وبالتالي التعاون في هذا المجال بالتأكيد خاص. وصلت الفكرة كاملة أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي.